آخر سؤال معنا النهاردة، أخ فاضل بيقول: لو سمحت يا دكتورة، أنا شاب عندي 22 سنة ودايما بحاول أنتظم في الصلاة، ولكن بنتظم شوية وبرجع تاني، ومش عارف إزاي أخلي الصلاة عندي أهم شيء، خاصة إني شفت لحضرتك حلقة عن فضل وأهمية الصلاة. أنا زعلان على نفسي. أخي الفاضل، لا تحزن على نفسك، الصلاة سهلة يسيرة على من يسرها الله تعالى له، وبالتزامك إنك تصلي الصلاة على وقتها وإنك تتعود على القيام بها، هيصبح لك هذا الأمر عادة طيبة لن تتركها أبدا. في مجموعة من الإجراءات اللي دايما بنذكر بها وهي مهمة جدا، بتعين الإنسان على المحافظة والمداومة على قيام بالصلاة على وقتها، وإحنا بنقولها من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول نقطة معانا النهاردة، إن الإنسان يعلم أهمية الصلاة، أهمية هذا الركن العظيم اللي هو من أركان الإسلام الخمس، وإن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. إذا أنا بنشط المعلومة دي في ذهني، فأنا أدرك خطورة التهاون في ركن الصلاة، وإنك تعرف خطورة التقصير في أداء هذا الركن. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإزاي المسلم كده يغلق على نفسه هذا الباب من المدد والمناجاة وذكر الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة لازم أعرف إن الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة لأمته، وإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن يحافظ على الصلاة بتكون له يوم القيامة بقى نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. النقطة الثانية المهمة، إن على حضرتك أن تعلم إن التكليف دايما، التكليف بالصلاة، التكليف بالزكاة، التكليف بالحج، مطلق معنى التكليف فيه كلفة، يعني فيه مشقة، فيه تعب. طالما فيه مشقة وفيه تعب يبقى ده بيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى صبر. فالمطلوب من حضرتك هو مزيد من الصبر لتلقي هذا التكليف بالطاعة والامتثال، والصبر والمصابرة على القيام به على أكمل وجه قدر الطاقة. كمان في نقطة ومسألة مهمة، إنك بمجرد ما تسمع الأذان قوم صلي، ما تسوفش، يعني تقوم للصلاة بمجرد سماع النداء والدعاء للصلاة، فتقوم على طول بالوضوء وتسارع بالصلاة، ولو في جماعة يا ريت يكون أولى، وده هنا بيأتي دور الصحبة الصالحة. كمان نظم مواعيد خروجك تكون مترتبة على أوقات الصلاة عشان ما تفوتكش الصلاة، دي برضو معين على وقتها. بمعنى أنا خلاص المغرب حيدن وعندي ميعاد، ما تاخدش مواعيد إلا ما تدي الميعاد بعد الصلاة عشان تلحق الصلاة في بيتك، وده ما يخليكش لما تخرج أو عندك ميعاد فتسرح في اللي انت مع اللي رايح لهم، وده ياخدك عن التركيز عن ميعاد الصلاة، أو تتوه في المشاغل مع الناس أو في اللقاء اللي انت رايحه أو في المكان اللي انت هتذهب إليه. يبقى أنا أرتب مواعيد الخروج بتاعتي على الصلاة قدر الطاقة، بحيث إن أنا ألحق أصلي قبل ما انشغل في شواغل الحياة. وأخطر نقطة، لابد من التوجه الدائم إلى الله تعالى والتضرع واللجوء إليه وبالدعاء لكده. أولا تحرص على طاعة الله في كل الأمور، لأن دي من الأسباب المعينة والمهيئة لك على فعل الخيرات والمداومة عليه. أحرص على فعل الطاعات عموما، كل ده مع التضرع إليه في كل حاجة بالدعاء وسؤال المولى سبحانه وتعالى الهداية: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بتعبده وبتخصه وتفرده بالعبادة وتستعين به على القيام بها على أحسن وجه. فتحرص على المواظبة على الدعاء النبوي الكريم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتحرص على دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الوارد في القرآن الكريم: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الدعاء سلاح عظيم ينبغي ان احنا لا نغفل عنه ابدا. انت بتطلب من الله مدد معونة، يا رب مدني بمعونتك، افتح لي ان يكون من اهل الرضوان ومن اهل الصلاة ومن اهل الذكر، واعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسأل الله المعونة على فعل ما يرضيه، تعان بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلك
من مقيم الصلاة، اللهم آمين يا رب العالمين.